موسى التعمري ميسي الأردن، المهاجم رقم 10 يراوغ ويخترق دفاعات الخصم بمهارة. اللاعب الذي قاد المنتخب الأردني إلى نهاية كأس آسيا 2023 لأول مرة في تاريخه. التعمري أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي، شبه بنجم أنتر ميامي اللاعب الأرجنتيني ميسي بما يمتلكه من مهارات وقدرات فردية. من هو موسى التعمري؟ موسى سليمان التعمري ولد في 1997، بدأ مسيرته الكروية في عام 2016 مع نادي شباب الأردن، ثم أعير إلى نادي الجزيرة خلال موسم 2017-2018 قبل أن ينتقل إلى أبويل نيقوسيا القبرصي في عام 2018، ثم انتقل إلى نادي لوفين البلجيكي في عام 2020 ليودعه في مايو 2023، منتقلاً إلى نادي مونبلييه الفرنسي بصفقة غير معلنة لم يفصح فيها عن مدة العقد أو قيمة انتقاله لصفوف النادي. التعمري يتميز باللعب بالقدم اليسرى، مهاجم في الجناح الأيمن، اشتهر بقدرته على الاختراقات السريعة والاحتفاظ بالكرة أكبر وقت ممكن، ما جعله المهاجم الأكثر خطورة على دفاع فريق الخصم. حصل على ألقاب عدة، منها درع الاتحاد الأردني عام 2016 وأفضل لاعب في الدور القبرصي، وتصدر التعمري قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي بسرعة بلغت 36.31 كيلومتراً في الساعة، متفوقاً على البرازيلي فينيسيوس جونيور أسرع اللاعبين في الدوري الإسباني. وأخيراً صنف بأكثر لاعب أردني صانعاً للأهداف في كأس آسيا عبر التاريخ. وفي مواجهة مرتقبة، الأردن على أعتاب نهائي كأس آسيا 2023 بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة، فهل يظفر النشام باللقب ويتوج بطلاً في كأس آسيا؟